لا يقتصر المصنع على استقبال عبوات المياه المعبأة، إذ يشمل كل أنواع العلب البلاستيكية مثل عبوات زيوت المحركات وعلب مساحيق الغسيل وعبوات منتجات الألبان والعصائر، بل تعداه إلى الأكياس البلاستيكية والألعاب والأدوات والمفارش. تهدف إمارة أبو ظبي في خطتها لعام 2021 إلى إبعاد النفايات عن المطامر بنسبة لا تقل عن 60%، وللوصول إلى هذا الهدف نحتاج دعم من الجمهور والمستهلكين. ببساطة ممكن نقلل استخدام كل المنتجات البلاستيكية بشكل عام قدر الإمكان، وبالتالي نستخدم منتجات أخرى مثل الزجاج اللي ممكن يعاد تنظيفها واستخدامها مرة أخرى. في المقابل ممكن نحن نستخدم الأكياس البلاستيكية مثلا، نعيد استخدامها لعدة مرات لحين نتأكد أنها فعلا صارت غير قابلة لإعادة استخدام، وبالتالي احنا بهاي الطريقة بنقلل التكاليف إعادة تدوير البلاستيك والأنواع الأخرى من النفايات في منشآت التابعة للدولة.